الحمد لله الذي سير الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. سؤال حلقة النهاردة في مسابقة اعرف دينك، جايزتها 300 دولار. سؤال سهل جدا، ما هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل؟ ما هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل مع ذكر عدد آيات هذه السورة؟ مع ذكر عدد آيات هذه السورة. كتير من الناس تيجي تدعو الله عز وجل تقول لك إيه؟ أنا ربنا ما استجابش دعائي. أنا ربنا ما استجابش دعائي ليه؟ السبب بيلخصوا لينا إبراهيم ابن نصر الكرماني. قيل إبراهيم ابن نصر الكرماني أن الكرمتي دخل مكة وقتل فيها وفعل وصنع وقد كسل الدعاء عليه فلم يستجب للداعين، فقال لهم إبراهيم لأن فيهم 10 خصال فكيف يستجاب لهم؟ قلت وما هم؟ اسمعوا أيها المؤمنون، اسمعوا أيها الداعون البائسون الموحدون. قال إبراهيم أوله أقروا بالله وتركوا أمره. كيف تتركون أمر الله عز وجل وأنتم تقرون بالله عز وجل؟ فما أمركم الله عز وجل فامتثلوا، قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لا، بل سمعا وطاعة يا رب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تاني حاجة، تاني سبب، قالوا نحب الرسول ولم يتبعوا أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ونهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبع أمره؟ خلي بالك، أي عمل عشان يقبل لابد من شرطين، الأول الإخلاص، الثاني الاتباع، أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة، قرأوا القرآن ولم يعملوا به. إزاي؟ القرآن فيه الخير، القرآن فيه الطريق، فيه المنهج، تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، طريق الهداية. فكيف نقرأ القرآن ولم نعمل، لم نعمل به؟ إزاي؟ لابد من العمل بالقرآن. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. رابعا، زعموا حب الجنة وتركوا طريقها. إزاي بتحب الجنة ونفسك توصل ليها وما بتاخدش طريقها؟ حضرتك انت ساكن في الدور الرابع أو الخامس، عشان توصل لازم بتطلع السلم أو تطلع في الأسانسير، مش هتطير في الهواء. عشان كده تدخل الجنة ليها طرق. ازاي بتسيب كل طرق الجنة وتعزف عنها وفي الاخر تقول دعائي ما بيستجبش؟ خمسة، قالوا نكره النار وزحموا على طريقها. يكرهون النار ويذهبون اليها، يكرهون النار ويشربون السجائر، يكرهون النار ويشربون المخدرات، يكرهون النار ويشربون الشيشة والخمور، يكرهون النار ويفعلون الافاعيل ويعصون الله عز وجل بالكذب والغيبه والنميمه تواكل اموال الناس بالباطل والبهتان. سادسا، قالوا ان ابليس عدونا فوافقوه. سبحانك يا رب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المولى امرك انك ما تتبعش خطواته، ومع ذلك في ناس بتمشي وراه، نسال الله العفو والعافيه. سابعا، دفنوا موتاهم ولم يعتبروا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وفي رواية عند مسلم فإنها تذكركم الموت. فتدفنوا الموتى ولم تعتبروا لهم، أنت في يوم من الأيام سوف تدخل في هذا المكان، فكيف لا تعتبر؟ ثامنا، اشتغلوا بعيوب إخوانهم. يا أخي الله يبارك لك، اشتغل بعيبك، بعيبك أنت، بيتك مليان بإزاز مقصر، بتحدف الناس بالطوب إزاي؟ أشغل نفسك بنفسك ولا تنشغل بالآخرين. تاسعا، جمعوا المال ونسوا الحساب. المال مال الله وهو بيد الله عز وجل، فكيف تبخل بمال الله على خلق الله؟
وعلى عبيد الله عز وجل. آخر حاجة، نفضوا القبور وبنوا القصور، مع أن القبور هي أحق من أن تبنى. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. عشر خصال هي سبب لعدم استجابة الدعاء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الدعاء. أحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.